شفت النسيبة اللي جات لنقة هيجوزونا أبويا. هو أنا لو خلفت نقة الواد يبقى ابن وأخويا؟ يلا أهو دي اللي بابا ولا دي اللي حيطة. بابا يا لهوي يا هي يا ده ايه ده 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 يا لهوي يا هي يا ده ايه ده 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 ابويا عايز يتجوزني. ابوك عايز يتجوزني؟ شبكني بكني وهيجهزني. شبكني بكني وهيجهزني. يا لهوي يا خرابي يا ندبتي يا فضحتي يا لهوتي يا لهوتي يا لهوتي يا خرابي يا لهوتي يا فضحتي. قولولي ارفض انا ولا اقبل؟ انتي 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 ابويا اصله ملوش مستقبل. ملوش لوش 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 مستقبل. ولو وافقت اتجوز ابويا يا خوفي يطمع فيا اخويا. يا لهوي يا خرابي يا مسبتي يا فضحتي يا مكبوتة. افرحي يا نسوان والنبي مالينا الا بعضينا. خدنا ايه من الرجالة غير حلقة الدقن؟ بالصلاة على النبي نحن الناس وهنقطع الرجالة بالمرة. بالمرة يسيبونا عشان مزة ما تسوى زي القرع يمدوا المرة. شايلين الدين ويا ريت عاقبين وزعيم وخناق تقلب بطلاق. يا لهوي يا هي يا ده ايه ده 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 يا لهوي يا هي ده ايه ده 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 ده. عاوزيننا بقى درتك ياما. هتعملي ايه النهارده؟ ولا حاجه. طب ما تيجي تخرجي معايا بالليل. لا مش قادره تعبانه. طيب يا ستي على راحتك، لما اروح اكلمك. باي. هو اف على اليوم. اركبي عايزك. لا من الاخر هما جملتين. لفند اللي اسمه تيمور ضحك عليك وعمل فيها خالتي نوسه عشان توافقوا على جوازه. يا سلام. مش مصدقاني روحي زوري حبيبه القلب مرمي في سجن النساء. مش هوصلك. طب خدي حق التاكس. ازيك يا عم؟ اهلا يا نهار يا بنتي. ازيك؟ الحمد لله. هو مفيش حد منهم هنا ولا ايه؟ مفيش حد منهم هنا. انا مش عارف الولاد دول بيروحوا فين. انا بقالي يومين ما شفتهمش. خشي خشي استنيهم جوه يمكن يجوا دلوقتي. طيب ميرسي. الهدوم دي بتاعت مين يا عم؟ دول بتوع تيمور. طبعا اذنك. اتفضلي يا حبيبتي. ما تقلقش هيكون عندك في المعاد. انا عارف انه برنامج هوا. سلام. طب ما نبلغ عنه البوليس ونخلص. عاوز فضيحته تبقى على الهوا واللي ما يشتري يتفرج. يا سلام. عايزنا نروح البرنامج اعترف ان دجال ونصاب. دجال واعتزال فيها ايه؟ ايوه قبضت ايه انا؟ هتقبض اللي انت عاوز. اخد خمس بواكي. هدفع. طيب تقول لي بقى هقول ايه هناك؟ الحقيقه الخالة نوسة هي تيمور وتيمور هو الخالة نوسة. اه عشان يتقبض عليه بتهمة النصب والاحتيال ويخلالك الجو مع نواف. ابن حلال. بالصف. انتظرونا على الهواء وحلقة خاصة عن الدجل والشعوذة ومفاجأة البرنامج حدود فشنتي خادم الخالة نوسة على الهواء مباشرة في هلا شو. يا حبيبي يا ابني بقى انا ابني في سجن النساء يا كلاب. عمي عمي انت بتضربني. انا بس يا عمي ما تضرب فوق. يا سلام وادي فوق. ايه يا عمي؟ يا سلام. ليه فين الابره بقى؟ والله لا خياطكم في بعض يا كلاب. مين فيكم يا ريت هو اللي كان بيجي لما كان ابني فودة؟ مين؟ فودة. فودة ده حتى صاير زيه. وصاير هو اللي عمل الماسك. انت اللي بتعمل الماسك؟ انت اللي بتعمل ايه؟ انا اللي كنت بنام. انا طب انت
للنساء فورا. يلا بسرعه. هو بشندي الكلب اللي قال. طب هتعمل ايه؟ لازم اخرج من هنا. طيب قول انت عملت كل ده عشان تتجوزني؟ مش عشان ايه، ولازم الفرح يتم في ميعاده. انا عمري ما هسيبك ابدا. على فكره انا فصلت في سن الفرح. الف بركه، الفرح حلو وفرح. قول لامك ان شاء الله هيك. لو ما عرفتي ساقي شيلوا لي علبه الجاتوه بتاعتي. ها اوعي تنسي ان شاء الله. يا خاله. يا حبيبتي عايزينك. ايه طب انا هستاذن بقى، عايزه حاجه؟ لا ميرسي. معاكي فلوس يا بنت؟ اه معايا. تاخدي حق الميكروباص؟ لا ميرسي يا خاله. طب انا كمان معيش فلوس. يلا باي باي. يلا زياره خطي فتيات سراب، هيعدموها بكره امك ان شاء الله. يا بنت هات الصوره بقى. طيب يا خالد. كده تمام، عريسك عندي يا بنت. نبي يا خاله. طب عايزه اشوف. عشان انت حبيبتي، حبيبتي اخليك تسمعي صوته. نبي. ايوه. طب بس غمضي عينك، اوعى تفتحي من غير ما اقول لك. السلام عليكم يا خالتي. ازيك يا حبيبي؟ عروستك اللي قلت لك عليها. الله دي حلوه قوي يا خالتي، والنبي بوسها. يا انت بوسي ايه عيب بلاش اللي تقاتل. خليه بوسي يا خاله. يخرب بيتك ده طلعت فكحه. طب يلا واد بسرعه. حنيني يخرب بيتك كنت هتولعي فينا. انا قايله لك فتحي، قلت لك فتحي. طب خلاص هغمض اهو. لا تغمضي ايه، خلاص استنى علينا جمعتين بقى. هو صايع بيجي في اي وقت، وان شاء الله هتتجوزي وهتطلقي في كلبك كده. الله الله الله، انت عامله ايه يا وليه؟ انت ماشي بخيط؟ هو انا خليك انت وحش كده؟ هو وحش كده؟ لا يا حق، ايه يا ام حسن انت ماسكاني ليه؟ طيب انا عارفه انا الزياره. تيمور لك ابوك، تعالى صورنا ابوك. وحشتني انت اللي وحشتني يا حبيبي. ما تخافش يا تيمور، انت ما عملتش حاجه، انت بريء، انت كان قصدك شريف. بس قابلني بقى لو حد صدق. ان شاء الله هيصدقوها. ولا فودة انا جاهز. امسك الصوره دي بتاعت البنت السجانه، قول لابوك عايزه الشهر بالظبط. ها بكره الصبح هتكون عندك. وانت يا عمرو تروح البرنامج تقول لهم الخاله نوسه هتطلع بكره على الهوا. خاله نوسه هتطلع على الهوا بكره. حسن ابويا. نعم. اخر حاجه والنبي، عايز الفرح يبقى في ميعاده، واعمل لي كل الترتيبات. كل حاجه مترتبه والفرح جاهز يا ابني، بس انت كده هتروح في داهيه. ادعي لي انت بابا. ربنا معاك يا ابني.